السلام عليكم. مرحبا يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فتح. لقاء متواضع مع رجل خرج في هذا اليوم ولد ولادة جديدة وكتب الله له العمر بعد غيبة طويلة. نلتقيه مع بعض الشباب المستقبلين له ونحاورهم قليلا. تفضلوا. تفضلوا يا شباب. تفضلوا. تفضلوا استقيموا. مبروك عليكم. مش عارف صريحة. تفضلوا. تفضلوا. بس مشغل ضوء كمان. يفضل انه يكون في ضوء. ايه. ايوه. أهلا بكم جميعا. نحن كلياتنا أخوة الغياث. غياث غالي علينا كلياتنا. والله سبحانه وتعالى فك أسره والحمد لله رب العالمين. الحمد لله سلامة. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. نحن نعرف أنه كان عن عملية تبادل صارت تبادل أسرى. وخرجت الحمد لله بالسلامة. كم واحد مين خرج معك؟ خرجوا اثنين. اثنين من عندنا من الضياع؟ أيوه. لا من المدينة؟ لكان؟ من بيانون. من اثنين من البيانون وانت الثالث. أيوه. نتيجة تبادل مع احد ضباط كان بدلوه كان على ضابط مو هيك؟ أيوه. كويس. وحرمي معه. ومع في حرمة كانت موقوفة. من وين الحرمة كانت؟ او اذا تذكرنا اسمها. والله نسيت اسمها. لا غفران. نسيت اسمها. من كل جبريل. غفران. من كل جبريل هي؟ ممرضة. هي ممرضة. 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 جري انت تعرف ايش كانت؟ ما طاوي يا سيدي مريضه حسين جريمته انه مريضه ها. نعم يا سيدي الحمد لله سلام. ايش اصلك موقوف؟ 10 شهور. 10 شهور بس كنت ضربه خلاص الحمد لله. نورت نورت الحمد لله. اهلا وسهلا فيك الحمد لله. نحن بس حابين هيك يعني تحكي لنا شويه عن معاناتك يعني خلال الاسر والمعتقل. والصراحه يعني نحن نتمنى انه يكون في شفافيه في الموضوع يعني ما ننقل احداث مثلا عرفت تكون كبيره او نحن نفتعلها من عندنا بحب بحيث انه يسيء للنظام وبنفس الوقت كمان مشان نحن ما نظلم هالناس اللي عم تعتقل واساءات النظام. بدنا شلون اعتقلت ومن وين اعتقلت وليش كيف الصراحه شلون يعني. ايوه كيف بالك في حلب بجد في بيت جدك في حلب انت كنت نازح. ايه. ايوه نازح من هون بيرك بيستاهل اصلا بيت جدك انت بموعد انت يعني. ايوه انا واخوتي انت وخذها. يلا بابا يلا. اي ما حسينا باركين ولا صاروا فوقنا الامن. فشوا الباب صاروا فوقنا. الباب فشوه فش كسر يعني. كسر وقلق. ايوه. صاروا فوقنا. نعم. كان في نساء في معكم فيها في اطفال في نساء وفي اطفال. ايوه بدون استئذان لا دقوا الباب ولا شيء. لا دق باب ولا شيء ما حسينا صاروا فوقنا. ليش ما عاد كهرباء؟ ايوه. في عنا عطل في. ايه ملاقمين البواريد وفرودي. نعم. أخذونا أنا وأختي ثلاثي. أنت وأختك ثلاثي. نعم. وخالي. وخالك. وصهري وابن حمال أخي. نعم. سبعة. كويس. أخذونا. كان في معكم سلاح هنيك؟ ما في لا. طيب. في حدا بلغ عنكم بتعرفوا مثلا أو هيك يعني عشوائيا كان الموضوع؟ ما بعرف. لا في شكوك إنه في تبليغ. وحد الله شيخ. أيوه. ما عم بيصير. بس ما في ما في بس في شكوك إنه في تبليغ بس أكيد مو أكيد ما متأكدين. عندكم كان كمبيوترات أو لابتوبات أو كذا موجودة؟ ما في شيء أي مظهر يعني من مظاهر الثورة يعني. ما في قومي. ولا أعلام ولا لافتات ولا في شيء أبدا. إيه يعني. كويس تفضل. رحنا لهونيكي. نعم. حيث دخلنا الجوا. ولا سألون إنه من وين أنتوا عرفوا إنه من عنادين المصيبة الكبرى. المصيبة الكبرى. نعم. والروحة عليكم خلاص من عنادين عليكم السلام. عليكم السلام. دم تعترفوا إيش قاتلين وإيش خاطفين. أيوة. وإيش سارقين. أيوة. أي صار تحت القتل. نعم. قتل كتير إجباري هن آخر شيء بيقولوا لك تبي تعترف كذا كذا كذا. بيحددوا لك إيش الاعترافات اللي بدك تعترف فيها. أي. إيش طلبوا منك تعترف بإيش؟ تعترف إنه خاطف وقاتل. إنك أنت خطفت ناس وقتلت ناس. قتلت ناس. أيوة. وطالب. بيحددوا لك الأماكن طبعًا مو هيك؟ طبعًا. إنه أنت قتلت في محل المكان الفلاني في أيوة. تفضل. أنا المرة أثناء قلت لهم إنه خطفت واحد شو اسمه في الجميلية. ايوه الكذاب الجميلي ما فيها مشاكل بدك تعطينا منطقه والله ايوه بدك تعطينا منطقه فيها مشاكل منطقه ساخنه ايوه ايه بدك تعطينا منطقه فيها مشاكل نعم قلت له في العزيزيه ايوه
كمان ولا ما عجبته؟ ما عجبته. قلت له خيو قول انت من وين؟ قلت له ايوه. قال لي اعطيني منطقه تكون شغالي. شو قال له انت اختر لي المنطقه الشغاله يعني اكثر شيء. قلت له الساخور. ايوه. قال لي الساخور ايه بيمشي حوله. بيمشي حاله عجبته. عجبته كان شغال الساخور. كويس. سميت له اسم اللي خطفته ولا ما سميت له؟ اللي هني طلع حطوه. لا هني بيحط لو انت سجلت الضبط. ايوه. هني بيرجعوا بيبدلوا الضبط على كيفه. ايوه بيغيروا الضبط هني بيحطوا لك بيقولوا لك انت اعترفت بهالشيء يعني. اي نعم. هني بيرجعوا ببصموك. ايوه. ما بتعرف شيء طوب العشاء بتبصم. كويس. بيجيبوا وراق بيقولوا لك بتصوم هو. نعم. ممنوع تقرا عليه. خلص بس بصوم وملك على انت. ملك عليهم. نعم. يعني هلا في كثير عالم قتلوهم ما اعترفوا على شيء. راح عند القاضي. نعم. طلع معترفين قتل. قصدك القتل هو عمليه الضرب يعني او التعذيب. اي ايوه لانه كلمه القتل بياخذ لها معنى. القتل هو القتل التصفيه النهائيه، لكن القتل نحن في يعني في محيطنا وفي عرفنا هو الضرب يعني او التعذيب. الضرب والتعذيب. نعم. شبح. اي شو كانوا يشبحوكم؟ يشبحوك يرفعوا لك ايديك شيء تحس اصابع رجليك توصل على الارض. بيربطوك من ايديك لفوق بحبال او كبل او جنزير او شو كان. كلبات. ايوه. وفي حبل. ايوه. بحيث اجليك يوصلوا الارض. مجرد ما يلامسوا اجليك الارض خلاص بضل واقف على وسط الياك. اي ايوه. شو قد بتضل المده هاي؟ حسب بتركوك ايام نهار، ايام خمس ساعات، ايام يومين. ايوه. فالروحه والرجعه بيركلوك. وانت مشبوح. وانت مشبوح. نعم. بضلوا بيركلوك. كويس. بعدين اعترفت انت حطيت بصمت على شيء ما بتعرفه وكان اعترافك على عمليه خطف. اعترفت انك قتل احد؟ بالنسبة لي لا، بس هلا تفاجأت انه واحد غير الضبط غير حكي كله بعضه. ايوه مختلف الكلام اللي انت ما تعرف عليه. اي نعم. وغير اسماء اللي وغير الاسماء اللي انت حطيتها. اي كويس. يعني هن بيقرروا كيفه بيحطوا. طيب الناس اللي معك هنيك او المحيطه حجم التعذيب شلون؟ يعني في ناس مثلا بتعذبوا شوي، ناس بتعذبوا اكثر، اللي كان سواسي يعني بس واحد دخل عرفت كله مثل بعضه. في ناس حسب شو اسمه الجرم، حسب الجرم وحسب ما يكون السجان مروق الا ما مروق. طيب اذا السجان كان معصب يا ويلكم يا لطيف، واذا كان مروق ومبسوط وجاي من البيت مفرفش يعني معناتها وضعكم بخير مو هيك؟ اي ما بقتل الزيدي. كويس. الاكل شلون كان طعمكم؟ الاكل طيب. انت انحبست او توقفت انت واخوتك وخالك وسهرك؟ خالك وسهرك طلعوا واخوتك الا شلون وضعهم؟ ضلوا هنيك وشو هيك؟ يعني صار فيهم؟ طلعوا قبلي. طلعوا قبلك؟ انت خبرت انه طلعوا قبلك؟ سمعت انه طلعوا قبلي. ايه ايوه. بس شلون وكيف ما بعرف. الناس المعتقلين معك، انت هون ما كنت عم تقاتل ولا شيء يعني ساعه اللي اعتقلت ما هيك؟ لا لا في البيت اخذوني. كنت بارك في البيت. الناس اللي معتقلين مثل حكايتك او الناس اللي كانوا معك كانوا كمان عمال مشاركين في عمليات قتاليه ولا ما مشاركين؟ ما مشاركين. هلا في اثنين جايين من لبنان كانوا معي بنفس الغرفه. نعم. واحد عفوا اثنين من لبنان وواحد من قطر. اثنين من لبنان وواحد من قطر. هن سوريين وجايين لهون عايدين على بلادهم. نعم. اي جرموا ليش كان في قطر؟ قال هو كان ممول معناتها للارهاب. للارهاب. طيب واللي جايين من لبنان؟ جايين لبنان انه عزرهم من عزاز. جريمة انه من عزاز. اي ايوه. اذا يوقف الرجل يعني على منشأه او ولادته او محل اللي طلع منه او اللي خلق فيه وهيك هي جريمته يعني ممكن يعاقبوه عليها؟ ايه ايوه. طيب بغض النظر عن كل شيء انت اعتقلت وانت ابن هالمدينه وانا نحن للفخر ان كلياتنا انه المدينه الثائره والمحرره بعون الله والحمد لله. شاء الله. بدي توجه رساله للاهالي بشكل عام لعمال مثلا اولادهم يروحوا او شيء، يعني ايش ممكن توصل له الرساله؟ يعني ان شاء الله احنا منروح شهداء. كويس. وبحيث انه نتحرر هالبلد من ايد الظالم. لان اليهود ارحم منه. اليهود ارحم منه. اليهود نعم. ارحم منه. هلا نحن صرنا ثلاث جمع ناكل الصبح ربع رغيف والمساء نص رغيف. عشقفة بطاطاي ومعلقة رز. معلقة رز وشقفة بطاطاي وربع رغيف الصبح وربع رغيف المساء وربع رغيف او نص رغيف المساء اي او ربع رغيف حسب
أيوة. بالإضافة للتعذيب والقتل. أيوة. طيب بدي أسألك سؤال، أثناء التعذيب والقتل كان في سب وشتم؟ كتير. كفر؟ كتير. كان كتير، يعني كانوا يسبوكم في الأم في الأب في الأخت؟ سباك في أمك في أختك وفي مرتك، يعني ما سبيت أنا أول مرة تسمع فيي. أيوة. كفر إذا بفتح عليك الباب بكفر. مجرد ما يفتح الباب بكفر. بيفتح له. إذا بتقول له الله بيضل بكفر. طيب انتوا اثناء التعذيب مثلا ما بتقولوا دخيل الله او كرمال الله او هيك كذا يعني؟ ايه بيقولوا. ايه بندار بقتلوا بالزياده. بندار بضربه بالزياده وبيزيد عليه التعذيب. ايه حسبي الله. حسبي بس الله. صحت الله بضربه بالزياده وبيعذبه. اكيد حال الله اكبر منهم بكثير. يا سيدي نحن اكيد على العالم بانه الله سبحانه وتعالى سينتقم. يعني وعمال ينتقم يعني هلا منهم. لكن عمال يترك لهم مجال وفرصة إنه بلكي يرجع يحسوا إنه يرجع يعيدوا حساباتهم مثل ما بيقولوا إن شاء الله. طيب كمان أنا بدي أسألك سؤال، أنت إيش وجهتك هلا؟ إيش بيعني لك النظام بعد ما أنت خرجت؟ يعني أنت بعد هالاعتقال، فترة هالاعتقال ممكن تعيد حساباتك إنه خيو أنا إيش لي بهالثورة ولا تورطنا وما دخلني أنا بهالموضوع وخلينا وقف على جنب؟ اللي هالشي بيزيدك إصرار على أنك تستمر بالثورة أو تكون ضمن الناس المقاتلين. طبعا أنت ابن إسرة مجاهدة ومقاتلة وكان في عندكم شهداء في العيلة وأنت كنت أسير، ويمكن هيك أنا بعرف الحكي مو هيك؟ إيش وجهة نظرك أنت كاستعدادك النفسي حاليا بعد ما خرجت الحمد لله سلامتك؟ الله يسلمك. نعم. يعني اللي بيدخل مؤيد الجوة نعم. للنظام بيطلع معارض. المؤيد اذا دخل لجوا برجع ما بطلع معنا. والله لو يدخلونا كل المؤيدين. والله انا ما بحكي جد، في دخلوا عده شبيحه. يعني عندي دخلوا جوا ينزلوا في النظام وفي اليوم اللي تطوعوا فيه في الشبيحه. حسبي الله ونعم الوكيل. الشيء اللي يشوفوه جوا. ايوه رساله هيك بتقولها للعالم كله. بقول للعالم انه يعني لازم واحد يستمر وما يوقف حديت ما يصوت النظام. النظام ونحن منصورين بإذن الله إن شاء الله. يا سيدي الحمد لله سلامتك. الله يسلمك. وشفناك إن شاء الله بين أخوتك وأهلك وناسك، ودير بالك حالك ومليح. يعني نحن هذا اللقاء على الأقل بيحفزنا أن ندير بالنا ونحاول دائما نتحاشى خطوط السوداء، مو الحمراء، السوداء، خطوط سوداء. وإن شاء الله بنشوفك مستعد تنزل بين الشباب وتكون بخير. عندك سداد؟ لا جايز ان شاء الله. نعم ان شاء الله. الله اكبر. الحمد لله على السلامه. شكرا لك. الله يسلمك.